نذكر الراي العام لكي حقيقه طبعا اللي ما تثقش فيها راه ما غاديش يثق، ولكن راه حنا تحملنا معكم مسؤوليه ل 12 سنه والحمد لله ما جربتوش علينا الكذب. يمكن ما درناش كل شيء اللي بغاو لكم طريين، ولكن درنا اشياء كثيره وكثيره جدا. وراه اللي كذب عليك راه غدا غتحصلوا انه اللي حصل هو انه نهار الا تذكرتوا كانت عندنا شركه قديمه كان وقع بيننا ودخلت شركه جديده وفرحوا بها الناس. واش كتذكروا ولا ما كتذكروا؟ شركه الكرامه. كلشي كان فرحان، عقلت ولا ما عقلتش؟ النوع ديال الحافلات، جميع العمال الحمد لله دافعنا عليهم باش يكونوا. بالمناسبه باغي نقول للاخوه اللي كيتابعونا، اي شركه تدبير مفوض في النقل ولا في النظافه ولا في غيرها كنشترطوا عليها اول شرط هو تاخذ العمال اللي كاينين في الشرط الاول. الشرط الثاني هو الخدمه، ما كنتخلاوش، ويمكن لكم تمشيو تسولوا شركه النظافه وتسولوه. فخضوا العمال، وقع اللي وقع في الطريق حاولنا نصلحوه مع شركه الكرامه. درنا عده محاولات، لابنو الاول الثاني الثالث باش نصلحوا. الله غالب وصلنا للباب مسدود مع شركه الكرامه، حتى وصلنا للمحاكم، حتى خدنا الفتوى القانونيه باش نحيدوا باش نقطعوا العلاقه مع هذه الشركه. مع وزاره الداخليه مع السيد العامل اشتغلنا بالليل والنهار باش نجيبوا حل مدينه القنيطره. هذه اكثر من سنه ونصف، سنه ونصف، لان لا احد يرضيها ان اخوان ديالنا العمال اللي حنا كنقول لك المجلس يشترط انهم يكونوا، يمكنش نتخلاو عليهم. اشتغلنا باش وجدنا الحمد لله الحل، ودرنا الصفقه وطلعت في شركه وطنيه، واتفقنا على المنظومه ديال 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 ديال, 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 ديال على انه الاستثمار غياخذ 26 مليار وغادي يدعمونا كيفما دعموا الرباط والضربيط، كيفما عطاو دعموا الرباط والضربيط 26 مليار، 13 مليار غتجيبها الشركه و13 مليار غنجيبوها احنا والمجلس الجهوي ووزاره الداخليه. المجلس الجهوي صادق على 5 مليار و200، بقات 8 مليار بيننا وبين وزاره الداخليه. فدرنا كل شيء، كل الخطوات قمنا بها، كل الخطوات قمنا بها وفق القانون وباستشاره محامين كبار، باستشاره محامين كبار ومع وزاره الداخليه قمنا بها، ودرنا دوزنا في المجلس المصادقه، دوزنا العقد في المجلس، ووصلنا للتمويل. فالتمويل منذ حوالي 8 أشهر نحن ننتظر الموافقه. ما نكثرش التفاصيل، دائما انا اتعامل بايجابيه، نسال الله ان يفرج هذا المشكل هذا على العمال وعلى ابناء مدينه القنيطره. وكنت منيت عجل به ونتمنى تلقى له شي حل كما وجد الحل للرباط وللدار البيضاء. شكرا.